تبقى عايز تقول كده احيانا انا اندرستاند، حد شرح لك حاجه عايز تقول له انا فاهمك، او حد وضح لك حاجه فانت عايز توضح له انك فاهم، فبتقول له اي اندرستاند. بس معقوله كل شويه تقول اي اندرستاند؟ الموضوع ممل. في الفيديو ده هتعرف ازاي تقول اي اندرستاند بطرق كتيره جدا، خليك معايا. خليني بس البس دي عشان انت كده مش هتعرف. ومساء الفل ايفريبودي، معاكم عمر عبد الرحيم. اهلا وسهلا بيكم يا شباب في فيديو جديد. زي ما سمعت كده في اول الفيديو، النهارده ان شاء الله انا هتكلم عن مصطلحات تانية غير اي اندرستاند تقدر توضح بيها للاشخاص التانيين او الناس اللي انت بتكلمهم انك فاهم او متفاهم حاجه معينه. فمش كل ما تيجي تفهم حاجه تقول له اي اندرستاند، الموضوع كده ممل يعني. فهنتكلم النهارده في اكتر مصطلح ان شاء الله، واكتر بكتير قوي. وخلي بالك ان كل اللي هنتكلم فيهم النهارده هيكون معناهم اي اندرستاند، فانا مش كل واحده هقف اقول لك دي معناها كذا، هو كلهم معناهم اي اندرستاند، هي بس مصطلحات مختلفه عشان خاطر بس تزود حصيلتك اللغويه. تعالى بقى نتكلم عن اكترهم استخداما. اول واحده اي جيت ات، اي جيت ات، I get it. لو صاحبك شرح لك ازاي تلعب بلاي ستيشن مثلا وخلاص انت فهمت كل حاجه، فهتقول له I get it. I get it. طب لو فهمك خلاص وبيحاول بقى يفهمك تاني، عامل نفسه برنس يعني، فساعتها ممكن تقول له I got it. I got it. وتشد عليه شويه كده، I got it. خلاص يا عم انا فهمت، خلاص اتعلمت وبقيت برنس وهو كمان برنس، فقررتوا ان انتوا الاثنين تلعبوا مالتي قصاد ناس مع بعض يعني. وهيقول لك على الخطه، احنا نعمل كذا هنعمل كذا هنعمل كذا. ممكن ساعتها تيجي تقول له I hear you. I hear you. اه هير يسمع صح، بس هنا في الموقف ده جت بمعنى I understand you. طب لعبتوا مع بعض مالتي وشلتوا 28-2 مثلا، وهو بيحاول يفهمك تاني ازاي تلعب، ساعتها ممكن تيجي تقوله بقى يا عم I totally understand. I totally understand. ودي فاهم او متفهم الموضوع، يعني بتيجي بنفس المعنى على حسب الموقف. ودي تقدر تستخدمها في موقف مختلف، لو انت مثلا المدير وحد من الموظفين اللي عندك خد اجازه في يوم وما ظهرش يعني للشغل، وجي بعدها تاني يوم بيتاسف، فهتيجي تقول له بص I totally understand، يعني انا متفهم موقفك ومش لازم ان انت تفسر يعني، او مش لازم تعتذر. في حاجه بقى ممكن تيجي بمعنيين، اللي هي I'm aware. I'm aware ممكن تيجي بمعنى I know او معنى I understand. لو مسكت شغل جديد مثلا وجم يعرفوك حقوقك وحقوقهم، هتقول لهم بصوا I'm aware of the policy. I'm aware of the policy، يعني انا عالم او عندي علم بالسياسه بتاعت الشركه. ولو بيحاولوا يعلموك حاجه مثلا انت اوريدي او بالفعل بتكون قادر ان انت تعملها، ممكن تقول لهم I'm aware of this او I'm aware of that، يعني انا فاهم او متفهم النقطه على حسب الموقف يعني. اللي جايه دي برضو هتلاقيها مستخدمه كتير قوي في الافلام والحاجات اللي شبيهه من ده، اسمها اي تيك. اي تيك، اي تيك، انا باخد حاجه معينه مثلا من حد، ولكن بتيجي معنى اي اندرستاند برضو. رحت مثلا تتقدم لوحده وابوها قاعد باصص لك كده، فاظن واضح جدا ان هو مش طايقك. فممكن زيادة تيجي تقول له I take you don't like me but I'm seeking your acceptance. I take you don't like me but I'm seeking your acceptance، يعني انا فاهم ومتفاهم انك مش طايقني، ولكن انا بسعى ان انا بسعى لقبولك يعني. هي الجوازة مش هتمشي برضو، بس انت تبقى عملت اللي عليك على الاقل. كل اللي فاتوا دول بقى لو انت عايز تستخدمهم هم، ولكن تزيد في المعنى قوة مش اختلاف، تزيد في المعنى قوة مش اكتر، هتحط قبلهم do. I do understand. I do hear you. I do take. ولكن باختلاف I'm aware، لان aware دي adjective فمش هينفع تحط قبليه do. طب يا عم عمر هم دول بس يعني؟ يا عم انت تعرف عني كده برضو. هتلاقي تحت في وصف الفيديو هم دول واكتر منهم بكتير جدا موجودين في الوصف بتاع الفيديو، تقدر ان انت تاخد عليهم بص عشان برضو يبقى عندك فكره عن الموضوع كله، ويبقى كمان عندك حصيله لغويه اكتر بكتير. ويا ريت تسيب لي مثال على واحده فيهم على الاقل في كومنت، ما تنساش تبقى عملت معروف في نفسك. اتمنى تكون استفدت النهارده شويه. ثانك يو فيري ماتش فور واتشنج، واشوفكم ان شاء الله الجمعه.